مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت، أنا قناة المظلومين في العالم السور، وتبين الحقيقة. ودائما معنا ومعكم دريس برجاوي المنسق الإقليمي بعد الخروقات الكبيرة في قطاع السيارات. الأجرة تفاصيل جديدة تظهر في القضية بعد الشكاية في الموضوع. بعد خروج ديس برجاوي من يد رجال الحموشي، الان غادي نعرفوا الاسباب وعلاش وكيفاش وشنو تصنتوا ليه وشنو قال. تفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، معكم ادريس برجاوي المنسق الاقليمي للمنظمه المغربيه لحريه حقوق الانسان. اولا وقبل كل شيء نود ان نشكر السيد رئيس النيابه العامه السيد مولاي حسن الداكي على التعامل ديالو مع الشكايه الذي تقدمت بها مباشره. كنبغي نشكر كذلك ايضا مره اخرى السيد وكيل الملك محكمه ابتدائيه مدينه جنيده، اولا الثقه الكامله في جميع المؤسسات ديال الدوله. كنبغي نشكر مره اخرى السيد المراقب العام للشرطه القضائيه. اليوم تم الاستدعاء ديالي من طرف الشرطه القضائيه بمدينه جديده بخصوص شكايه تقدمت بها لرئاسه النيابه العامه. الموضوع على الشكايه هو اوديو كان تلاح في صفحه ديال خاصه بقطاع سياره الاجره. موضوع الشكاية هو أن واحد الشخص وجه لي واحد السؤال بأنني كنهضر على الخروقات ديال القطاع، من بينها اللوائح ديال رخص الثقة الموضوعة من طرف بعض النقابات الفاسدة، بعض النقابات المشبوهة. فإذا بك قول لي، هضر لي على المأدونيات من الرقم 400 وفلان فلان حتى 500 وفلان فلان اللي تم النصب عليهم على واحد الأسرة اللي ما نقدرش نسميها لأنها أسرة شريفة، أسرة كيحبها جميع المغاربة من طنجة للكركارات، ماشي من طنجة للكوارات، طنجة للكركارات. فمن بعد هذا الاوديو انا بصيبتي كمستغل من بين المأدونيات اللي جبد هو تاثرت وليت كنحس بالحقره. الحمد لله راسلت السيد رئيس النيابه العامه، راسل الشرطه القضائيه، فتحوا معي واحد التحقيق. كنبغي نشكرهم الناس ديال الشرطه القضائيه مدينه جديده، اولا الثقه الكبيره فيهم الحمد لله اللي كيحاربوا الجريمه بجميع الانواع ديالها. كنشكر السيد المراقب العام السيد مصطفى رمحان اللي كيحارب الجريمه. بالنسبه لي انا كدريس برجاوي ما قدرتش نسكت. علاش؟ لان وليت كنحس بواحد الحقره من طرف بعض النقابيين، لانه هاد الاوديو وجه اساءه او وجه اساءه لواحد المؤسسه اللي كتشرف على هاد المأدونيات. ملي كيقول هاد الاوديو بحال كيضرب في العرض الحائط ديال هاد المؤسسات. ونحن نعرف بعض النظام او بعض الكبرانات اللي كيحاولوا يكونوا كيسيئوا السمعه ديال المؤسسات. فانا ما نخليش هذا الشخص يهضر بهذه الهضره لانه ساء المؤسسه وساء واحد الاسره. باش تقول كاين نصب على واحد الاسره، فما كاينش شي واحد كينصب على هذه الاسره. وكنبغيوه هذا الشخص ملي وجه هذا الاوديو، لانه مهما قال هذا الاوديو خاصو يعطيهم ما يفيد، لانه واحد الشخص ملي كينوض يهضر وكيوجه واحد الاساءه لواحد الاسره خاصو يعطيهم ما يفيد الناس ديال الشرطه القضائيه. الحمد لله اللي عندي الثقه بجميع المؤسسات، وباش غنشوف هذا الشخص كيخرج بهذا الاوديو وكيقذف في المؤسسات فراه ما نخليش. حنا عندنا واحد الجبهه معاديه، عندنا واحد الصفحه مليونيه اللي كتبدا تقذف في المؤسسات. فهاد الشخص كيبغي يبين لديك الصفحه المليونيه اللي خارج التراب الوطني، كيبغي يقول للمؤسسات عندنا ما دايرش خدمتها. ولهذا كنتمنى من المسؤولين وكنتمنى من النيابه العامه مدينه جده، وعندنا فيها الثقه الكامله في المؤسسه بصفه عامه ديال النيابه العامه، لانه كتلقت هي واحد الحمله ديال التشهير وحمله الابتزاز من طرف واحد الصفحه. كنبغي نقول لهم هذا الشخص يجب التقديم ديالهم امام انظار النيابه العامه، لانه الشخص هذا الاوديو ما خصوش يدوز مرور الكرام. وتحياتي للناس ديال الشرطه القضائيه، وما نخرجوش على سريه البحث، لانه سريه البحث باقا من الاختصاص ديال الشرطه القضائيه. حنا قلنا غير اللي كاين، ما بغيناش نوضحوا للاخوان، لانه هذا الشيء سال المؤسسات. وهذا الشخص ما خصوش يدوز على هذا الاوديو مرور الكرام، ربما
غادي نوجه واحد السؤال للمسؤولين. كاينه بعض الضفات اللي كيبغيو يحطوا كيبغيو يطمسوا هذه الشكايه، كاينه بعض الاشخاص اللي كيبغيو يطمسوا هذه الشكايه، ولكن انا عندي الثقه الكامله في المؤسسات ديال البلاد، ما كدورش شي حاجه مراركم مرار الكرام. مشات هذيك الوقت ديال باك صاحبي، حنا كنعرفوا مؤسسه النيابه العامه، مؤسسه نزيهه، مؤسسه شريفه، مؤسسه اللي كنشهدوا لها بالصرامه والجديه، وحنا شفنا الاعتقالات ديال عده مفسدين في المغرب، وهذا الشيء بالفضل ديال السيد مولاي حسن الداكي رئيس النيابه العامه، لانه رجل دوله، الرجل اللي تيقف في سيدنا، الرجل اللي عاطي سيدنا واحد الفافير، والحمد لله عندي الثقه بالكامله وراسلته مباشره، وعندي الثقه في السيد وكيل العام لدى محكمه سينا مدينه جديده والسيد وكيل الملك. وكنبغي نشكر الناس ديال الشرطه القضائيه مدينه جديده اللي عمقوا معايا البحث الحمد لله، وهذا الشيء كان في اطار التحقيق اللي كتشرف عليه النيابه العامه. وشكرا للمنبر ديال شوف تيفي لانه دائما كانت كتواكب هذا الموضوع منذ الاول، وتحياتي للاخوان وشكرا.